السلام عليكم اخوتي الكرام، معكم البطل المغربي اسماعيل بهاوي، البطل المغربي الهاوي في رياضة التحدي والخوارق، ابن مدينة ميدلس، من مواليد 1975، 12 سبتمبر شهر 1975 بمدينة ميدلس. رياضي في هذه الرياضة هذه اللي اكتشفتها تقريبا سنة 1997 عن طريق الصدفة، لأنني كنت هذيك الساعة فاش كنت اكتشفت هذه الرياضة هذه كنت اكتشفتها في السن ديالي تقريبا شي 24 سنة 25 سنة كما قلت عن طريق الصدفة. كنت خدام في المخبزة اييه، وكنت كنهز الخنشي ديال الدقيق بالسنان ديال 50 كيلو، وكنت كنهز يعني دوك اللطات نتاع الخبز سخونين، وكنت كنهز جوج الناس بحال هكا بيديا، وانا ما كنتش كنعرف الطاقه هذه اللي عطاني الله تعالى في البدايه، حتى تلاقيت مع شي اصدقاء قالوا لي دير هذه البركه اللي عطاك الله سي اسماعيل راه ماشي عاديه. قلت لهم بحال اش قالك دير، ربما عطاك الله شي بركه. راه انا ما ديتهاش الصراحه في الهضره ديال الاصدقاء، مع المده كنكتشف راسي مثلا كنقد نشد الروبين كيتهرس، كنقد نهز اي ثقل ما كنحش به سبحان الله العظيم. بالنسبه خلاص للشغب في المدرسه وداك الشيء، كنت انا هو الوحيد اللي كان ناكل العصا عند المعلمين ديك الساعه ولا في الابتدائي، ولا يعني كنت دائما يعني بحال وقتي ثلاثه الناس اربعه ما كنحش بهم انا وانا طفل صغير. ويعني هذه هي البدايه ديالي فاش اكتشفت هذه الموهبه ديالي. بالنسبه ليا صراحه كما قلت بالنسبه للاصدقاء ديالي هما اللي اكتشفوني، كانت اول مره اكتشفني واحد الاخ الله يذكره بخير، هما شي ثلاثه ديال الاصدقاء. بالنسبه ليا انا استمريت في هذه الموهبه وعجبتني صراحه في البدايه ديالي. في سنه 98 كنت جيت ضيف عند الاخ ديالي هنا في مدينه اكادير، اي كان خويا انا خدام في سوق السمك ديال اكادير، وقلت وطرحت عليه هذه الموهبه اللي عطاني الله، قال لي يا مرحبا اجي عندي لاكادير وربما تبان شي فرصه ولا شي حاجه باش انك تبين هذه الموهبه للناس. داكشي اللي درت، جيت في المواويت اوت شهر 8 في 98، يعني اول يعني زياره عندي لمدينه اكادير. كنت كنضر حدا لاكوت ديك الساعه، قال ما كانتش هذيك المرينه ديال اكادير، كيبان ليا شي ناس كيحطوا شي ماتريال حدا لاكوت ديال اكادير. مشيت لعندهم تشجعت، السلام عليكم بحال هكا، قال لي اش حب الخطره سيدي. قلت له ديرها انا، عطاني الله واحد الموهبه رياضيه، كنت هز معايا شي تصور. قال لي بحال اش هاد الرياضه سيدي، وانا قلت له ودي عندي هاد الصور شوفي الا عجبكم هاد الموهبه. يعني تصور الفرحه ديال دوك الناس كبيره، قالوا لي شنو المطلوب مننا. قلت له ودي عفاكم بغيت نبين هاد الموهبه الا جيزيكم بخير باش ندوز يعرفوني الناس. قال لي مرحبا، فرحوا بيا. كنكتشف انني مشيت عند الكشفيه الحسنيه المغربيه فرع اكادير، هذه اللي كانت البدايه نتاعي. عطاوني واحد الطوموبيل كنعقل انها واحد بيجو ستاسيون فاكو، راه ما بقاتش دابا ديك الماركه، والله جزاهم بخير. عطاوني لاكورد، عطاوني هادي، وداروا لي داك الكيرميس ديالهم يعني بالديفيلي بهذا، ودزت اول مره كندوز حدا لاكوت ديال اكادير، وهي كما قلت في 98 لوموا اوت. هذه هو المشاركه الاولى ديالي في مدينه اكادير في هذه الرياضه هذه، وكانت لي واحد الشرف كبير. من بعدها تقريبا بشي 10 ايام كنت شاركت عاوتاني في مهرجان البحر اكادير، اخر دوره مهرجان البحر اكادير في 98. قال لي مرحبا سيدي، هما يشجعوني صراحه، ولقيت لي التفاته، وكنت درت لهم واحد العرض. جريت واحد الكاميون 16 طن ديال الاسماك في الطلعه ديال مدينه طنجة، يعني قدام القاعه نتاع المركب ديال الحاج الحبيب، هي وكانوا عطاوني ديال ثلاثه السيارات جريتهم بالاسنان. دابا تهضرينا على البطولات الوطنيه، يعني كنت عندك 15 بطوله. اييه، بالنسبه للبطولات الوطنيه فيعني كانت عندي واحد التظاهره الرابعه من مورا نتاع مدينه طنجة، وهي بمدينه الدشيره، كانت في 2004. كنت شاركت في مهرجان بوجلود مدينه الدشيره، وكنت طرحت هذه الفكره على الاصدقاء ديالي الله يجزيهم بخير، اللي منهم محمد عبيسه الله يذكره بخير اللي مشى دابا لكندا، هذا الصديق اللي اكتشفني صراحه وفرح بيا. وبهذه المناسبه كنشكر الناس ديال الدشيره اللي خوتي وعزاز عليا في القلب ديالي صراحه، لان شفت فيهم كل الخصال ديال الرجال صراحه، اللي فرحوا بيا وكبروا بيا وهزوا بيا الله يجزيهم بخير، وكان داروا لي واحد القيمه كبيره صراحه. راه ما كننساش انا هذيك القيمه داروا لي ولاد الدشيره صراحه. اخويا ما كنتلقى حتى شي حاجه، بالعكس بكل صراحه بكل تواضع، انني كنخسر من الجيب ديالي، وهذه زعما كنقولها بكل صراحه. يعني الرياضه في المغرب صراحه وقعت ليا كتجربه انك تخصك تعطي من الجيب ديالك، ونعطيك اكبر دليل، الكسوه ديالي كنشريها من جيبي، كنصرف على راسي، يعني اي حاجه خصك تجبدها من الجيب. داك للاسف ما كنتلقى حتى شي دعم الا الدعم ديال الاصدقاء، وكاين بعض الاصدقاء الله يجزيهم بخير اللي كيحنوا فيا صراحه، بعض الخطرات كيعاونوني لا ماديا ولا معنويا، ولكن في بعض المسائل راه ما كاينش. يعني الصراحه الا ما خدمتي راه ما كتلقاش حتى شي حاجه باش غادي تعيش. عمرك حاولتي تراس الجامعه ديال بدون كذوب صراحه؟ من نهار جيت لاكادير ما راسلتش بزاف، وانما ملي كنت في ميدلس كنت راسلت وزاره الشباب والرياضه، وعندي الدلائل
عندي لي فوتوكوبي ديال هذا سميتو كلشي اللي كنقول. كنت راسلت وزارة الشباب والرياضة، كنت راسلت المندوبية ديال الشباب والرياضة، كنت راسلت ديك الساعة في تقريبا في 97 اي 96 97 كنت راسلت كاع، درت واحد المراسلة للعام ديال مدينة خنيفرة، يعني كانت تكلفوا لي واحد السيد كاتب عمومي ديك الساعة وكتب لي قال له دير عندنا واحد الموهبة اللي عجيبة في مدينة ميدلز. الساعة ما تلقيت حتى شي رد صراحة. وبالنسبة لمدينة أكادير صراحة ما كانش عندي الاتصالات بزاف، ولكن حاولت أنني كما قلت أن لقيت الأصدقاء الله يجزيهم بخير، ولاد الجيرة ولا فانزا اللي ساعدوني باش يكون واحد البطل المغربي يدير 6 العروض في دقة واحدة. راه صعيبة، راه الناس اللي كيعرفوا هذا الميدان راه يفهموني اش كنقول، راه صعيب باش أنك تكون بطل مغربي ودير 6 العروض. كنت ديك الساعة احتضتني واحد الشركة قبل ما نقول الاسم، وكنت دزت في السونتر ديال لافيل فورزيزات واحد البلاصة كيقول لها سيدي داود. يعني كتشوف راسك انك ما خديتيش الحق ديالك؟ لا دائما رغم انك دير التظاهرات راه لا حياه لمن تنادي الصراحه، كيبقى فيك الحال. كتكون التظاهره والغد ليه كتصبح بحال ما درتي لا تظاهره البارح لا والو، كتلقى الوعود ولكن والو غير حبر عن ورق. الصراحه هي هادي، وكنقول هادي وراه انا مغربي وكنعرف اش كنقول، راه عندي تجارب الحمد لله. يعني كتلقى الوعود وكتلقى الناس بوجهكم كيقول لي تبارك الله عليك، ولكن صراحه ما تقول لي كيفاش كتهزك تدخل واش ما كتحسش بالالام يعني شكرا على هذا السؤال هذا. لا بالعكس، بالنسبه لي انا هذه الرياضه ديالي انها ابا عن جد. يعني الوالد عندي الله يرحمه من مولاي علي الشريف ولد الرشيديه الاصل ديالو، وهذه الموهبه اكتشفتها من الصغر ديالي. كما قلت لك انني كنت مشاغب في القسم وكنت كنكتشف فيه شي حوايج، ما كنحش بالعافيه، ما كنحش بالسخونيه، اي تقول كنهزو، الى درجه انه كنا معلمين عندنا في الابتدائي لا في الثاني ولا في الثالث ولا في الجوج. ديك الساعه كان اي واحد كيدير الشاغب يعني كنت بحال فيدور صغير في القسم، اي تقول اي طاوله كنت غير الماكله والطاويلات، يعني فين ما كان شي تقول كيعيطوا للمعلمين زيد السيبهاوي لهنا زيد لهنا، يعني معروف هذيك الرياضه عطاها لي الله تعالى من الصغر ديالي. يعني فين ما كان شي تقول وخاص صغار كنزعم على المعلمين كنقول خليني نهز انا هذه خليني. وكذلك في المطعم ديال الماكله في المدرسه ديما كنكون انا هو الفيدور ديال يعني التلاميذ ديك الساعه. يعني كرساله اخيره للناس المسؤولين والمغاربه كاملين بصفه عامه؟ كرساله اخيره وهي كنوجه واحد النداء اولا بعد المسؤولين ديال مدينه اكادير باش يعرفوا راه كاين واحد البطل مغربي عندهم في هذه المدينه هذه. لاني انا كنسمي راسي رغم انه استطاع ان يدخل عالم الشهره ولكنه لازال بطلا تحت الظل، ولكن انا بالنسبه لي كنعز مدينه اكادير واولاد اكادير الله يجازيهم بخير خوتي الكرام اللي كنشكرهم على هذا المنبر. وانا كنعتز بهذه المدينه كثيرا، علاش؟ لقيت فيها الراحه ديالي ولقيت السند اللي ما لقيتوش يعني في بلايص اخرين. تصور انك الناس كيعرفوك مساكن، رغم انني كنقول انا ما معروفش عند الناس ولكن راني معروف.